أصل هذه الرسالة الإعلامية، لأنك أرسلت أكثر من مرة حرصا منك، فلما شاهدناه حقيقة فعلا تشجعنا وقلنا أن هذه الفقرة تصلح لمثل هذه اللقطة. في فقرة أخرى أو في لقطة أخرى أيضا، وهذه جتني حقيقة على الجوال في تقريبا في العشر الأول، واحتفظت بها حتى بدأ البرنامج، وقدر الله عز وجل أن تأتي هذه الفقرة لتكون هذه اللقطة. ما أدري جاهز اللقطة نشوفها ولا الاتصال؟ طيب أخونا عبد العزيز الصقعدي، طيب شوفوا معي يا إخواني هذه اللقطة. يعني لو تشاهدوا هذا الرجل الستيني عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله وبياك أخوي عبد العزيز. حياك الله يا خنو. أشكرك على هذه الرسالة الجميلة. الله يرضى عليك ويسلمك. بارك الله فيك، وأنا حقيقة احتفظت بها حتى اليوم، ما زالت في جوالي، وأبغاك أنت تقول لنا وش اللي صار، تفاصيل هذه اللقطة. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أخنور هذه الصورة، أنا ما من هوايتي أقدر أصور داخل الحرم المدني، لكن طبعا لاحظ الصورة هذه بعد صلاة القيام. الأخ هذا أخ تركي اسمه ياسين، شدني فيه أني كنت أصلي ويصلي أمامي، وما التفت أبدا أن أمامي إنسان يصلي بقدم واحدة، والسبب عدم التفاتي أن صلاته يعني ثابتة، يعني تجد أن هذا الإنسان لا يعني يصلي مع الإمام، لا يتلكى، لا يميل، لا يراوح، قيامه يسابقني في القيام، فما استغربت الصلاة. اكتشفت بعد صلاة القيام أن الذي أمامي بقدم واحدة، طبعا بقدم واحدة وبدون عكاز، وبعد الانتهاء من القيام الناس تعبت ترتاح وهو ما زال يواصل يتنفل حتى الفجر. اي نعم، هذا يعني طبعا انا تعرفت عليه حقيقة، يعني حتى بدأت اغلب الايام العشر احاول اصلي القرب منه. جميل. لان مثل هذا حقيقة يشعرك، يعني تشعر بانك صغير امام هذا الانسان. واقتربت من هذا الرجل اللي فعلا اعتقد انتم طبعا كلنا حقيقة كشباب يمكن بعد القيام الواحد شوي يعني يحاول يرتاح، يشرب شاي قهوة حتى ينتظر الفجر، لكن انه رجل مبتور قدمه من الورك يعني تقريبا وبدون عكاز، تفاجأنا كلنا حقيقة لما شاهدت اللقطة، تفاجأت كيف اصلا استقام بهذه الطريقة اللي حقيقة. ورسالتك كانت اعتقد ايضا يا عبد العزيز اللي ارسلتها انها فعلا ليست اعاقة الأبدان، هي إعاقة الروح، وهذا الرجل كانت روحه يعني ما شاء الله منطلقة ومتقدة بالإيمان، ولذلك لم يكن معاقا حين وقف، ولم يحتاج أبدا لا إلى عصا ولا إلى أن يهتز. أيضا يا أخ أنور حقيقة أنا يعني قضية الإعاقة، لفظ الإعاقة في حق هذا الرجل يبدو لي أنها يعني لفظة غير صحيح، لأن كما قلت يعني الإعاقة إعاقة الروح، إعاقة العقل، هذا ليس بمعاقة حقيقة، هذا ليس بمعاقة. عبد العزيز اختلفت من الرجل تقوله وجلست معه في أيام المسابقة، ايش اكتشفت؟ يعني حقيقة طبعا اكتشفت ان هذا الرجل العجيب انه طبعا يرفض الكلام عن حاله، كيف انك متعب او انك رجل بقدم واحد او غيره، او حتى يعني تقوم وتخدمه يغضبهم هذا الامر. يعني أبعدت عن هذا الجانب الإعاقة اللي فيه. نعم. فسألته عن حاله كيف، فاكتشفت أن هذا الرجل أدى العمرة وهو الآن معتكف في العشر الأواخر في الحرم. طبعا يعني حقيقة شدني أكثر ما شدني كثرة التنفل في هذا الرجل، وأنا شدني الآن أن الكل جالس مرتاح، يعني على الأقل يسترخي قليلا من انتظار الفجر وهو يتنفل بقدم واحدة. شكرا جزيلا عبد العزيز الصقعدي على هذه اللقطه، وهذه يعني حقيقه صوره حيه يعني تنبض بالايمان وتتجاوز كل الحدود، وهي مشهد حقيقي. اتمنى كل اخ او اخت لديهم مثل هذه اللقطات المتميزه او اللقطه الاخرى ايضا المتميزه يشاركون مع بها، يرسلون على الشاهد @idalida.tv او يتوجهون مباشره الى موقع الالكتروني للشاهد اصدقاء الشاهد www.الشاهدفانس.com، يدخلون معنا يتواصلون يرسلوننا هذه اللقطات، ويكونون بإذن الله تعالى على الوعد
معنا في لقاءات في كل أربعاء لنشاركهم ونتفاعل معهم، فجودة الصورة ورساليتها تحقق أكثر من عشرات ربما الخطب وحتى الحوارات والقضايا الساخنة. شكراً.